الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني مثاني أنا همكم أنا غمكم أنا شؤمكم أنا سمكم في السر والإعلان أذهبتم نور القرآن وحسنه من كل قلب واله لهفان. هناك داعية إلى الديمقراطية في بريطانيا اسمه هيثم الحداد، يقول إن سينقذ شهيد ويدافع بشدة عن جماعة الإخوان المسلمين، ويقول إن الخروج عن الحكام المسلمين الفاسقين الظالمين يجوز بل قد يكون واجبا، والعلماء الذين يقولون إن الخروج عن الحكام المسلمين حرام هؤلاء كلهم مخطئون. وهذا الشخص معروف من منهج المعتزلة والخوارج. سبحان الله يا شيخ. أكمل. نعم، وهيثم الحداد معروف بين أهل البدعة. الشيخ ما 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 حكم التعاون مع هذا الشخص؟ اترك، هو هذا من أهل، هذا من المعتزلة والخوارج. سبحان الله. نعم يا شيخ. وما حال الرجل الذي يتعاون معه ويشارك معه في المؤتمرات ويصاحبه؟ خطأ؟ لا لا، خطر، خطأ وخطر. سبحان الله الشيخ، يقول هذا من العلماء. ما هم علماء هذول اللي يقول هذا الكلام؟ هذول خوارج، هذا العلماء الخوارج. حذرونا من مجال صاحب البدع، الجلوس معهم، هذا من عقائد أهل السنة والجماعة، من أصول أهل السنة والجماعة. أها. عدم مجالستهم بدع، التحذير منهم عدم مجالستهم. نعم يا شيخ. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم. نعم يا شيخ. وإذا رأيت الذين يقومون في آياتنا فأعرض عنهم، ما يجوز الجلوس معهم. أي نعم. هذه الآيات استدل بها العلماء على هجر أصحاب البدع وعدم الجلوس معهم. فلا تجلسوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نعم. طيب يا شيخ. يقول بعض الناس هذا طالب ابن باز. أظن هذا طالب ابن باز. ما ظنت، واحد عنده العقيدة هذه ما هو طالب ابن باز، يكذب، هذا كذاب. سبحان الله. طيب يا شيخ. كذاب، إذا كان هذه عقيدته كذاب، ما هو تلميذ ابن باز. طيب يا شيخ. على أهل الحديث قصرت حبي، فما لسواهم حب بقلبي.